تعطينها اكل؟ كيسوها كيسوها. وين راحت عند الكاميرا؟ راحت عند الكاميرا. راحت أول مرة تركبون تاكسي؟ وصلنا لندن. ما رفعت تاكل خبز مع بيض. ماما قالت ما راح توديها مع ديزني باكر. ليش ما تبين تاكلين هيلثي؟ ما ابي. خيار يلا. لقطه مو حلو طعمه. خيار. تجربة جديدة بنجرب شنو الحين؟ هذا اثنين صعدة صعدة أكبر من هذه السيارة. من الكويت عندنا باص؟ لا عندنا باص بس مو كذي صح؟ صح ما في كذي بس هذا عندهم كذي بس شلون بالصج ما في؟ الحين هذا صج مو فيلم هذا هذا صج يلا حطي شوي بس ايوه احنا اخذ بيتنا ايه لا تستني ايد واحده يلا طلعوني بس هيك الصوره تهاوشوا والله من صدقهم مو قشمره اوكي مورس أعطيني بابا أنا أعطيني زين أعطيني لا يطيح لا يطيح أنا بطلع يلا كله بسبت هذا كيف تبي؟ احنا وين؟ حديقة حيوانات زو طيب. تعرف تونا واصلين لندن زو ما ندري شنو نختار شنو نبدأ أول أنا بين نربط أول شيء بطريق بعدين كل شيء بعدين نروح العاب راحت الكاميرا الأسد اللي عنده لحية هو اللي يخاف على كل الحيوانات وهو يحميهم
شنو لونها لسانها؟ اسود. شلون شفتيه؟ شنو سويت؟ سويتها سويت شقة صدق؟ اي والله سويت شقة. ماما سويت شقة كبيرة. شنو فيها؟ شنو شفنا؟ العاب والحيوانات. شنو الحيوانات اللي شفناها؟ خنزير شفناه خايف. خنزير خايف. هذا اللي احنا ثبت بعض. خنزير خايف. يلا نروح مكان ثاني. ها جوعانة انت؟ قاعد يفحون تجربة ثانية عقب الباص. ديري بالك لا تطيحين. ايش رايك في لندن؟ حلو. حلو؟ لندن حلو؟ حلوة. أنا بكون هني. شنو تبين تعيشين هني؟ اي. شنو يعني ما نرجع الكويت؟ لا هني شوية بعدين نرجع.